ريهام حجاج تثير فضول جمهورها بعد حد في صورة ابنتها. ريهام حجاج تثير الجدل حول حياتها الشخصية مجددا. قصة ابنتها وزواجها الأول تصدرت الترند مجددا، والجمهور بدأ يقارن بين ملامحهم وأكدوا الشبه الكبير بينهم، وتساءل البعض عن عمرها والمكان اللي تعيش فيه. أعادت الفنانة ريهام حجاج قصة ابنتها وزواجها السابق للأضواء مجددا، وذلك بعد ما قامت بنشر الصورة على السوشيال ميديا وحذفتها بدقائق قليلة، وتفاعل الجمهور مع ما نشرته ريهام، وتساءل عدد كبير منهم عن سر حذفها للصورة، وبدأ البعض يتداول قصة زواجها الأول، خاصة وأنها ظل سريا لسنوات طويلة. جنى هي ابنة ريهام حجاج من زوجها الأول المصور اللبناني والمشهور في الوسط الفني والإعلامي باسم ميكي. جنى ظهرت في الصورة خلال قضاء إجازتها الصيفية، وكانت تستمتع بوقتها على متن يخت خاص، وعلق المتابعين على مدى الشبه الكبير بين ريهام حجاج وابنتها، وخمن البعض أن جنى في المستقبل ستكون نسخة طبق الأصل من والدة الفنانة الشهيرة. ريهام حجاج لم تتحدث عن زواجها الأول في أي وقت سابق، لكن عندما تزوجت من رجل الأعمال محمد حلاوة حاول البعض تشويه صورتها أمام جمهورها، واستعادوا صورها القديمة خلال عقد قرانها السابق، وكذلك صور ابنتها، لكنها أكدت أنها لن تخجل من أي شيء مرت به في حياتها السابقة، وأن كل محاولات التشويه اللي تتعرض لها على السوشيال ميديا لن تسيء لها أو تهز صورتها أمام جمهورها، خاصة وأنها في حالتين تزوجت على سنة الله ورسوله.